السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد أشرف، هكون مع حضراتكم في فيديو جديد تحت عنوان Thrust Block Sizing، أو هنتكلم عن البلوكات الخرسانية اللي بنستخدمها في شبكات المياه أو خطوط الطرد. طيب، برضو زي ما بقولك دايما في بداية كل فيديو، الفيديو ده يندرج تحت البلاي ليست الخاصة بالشبكات. ايه هو الثرست بلوك ده وبستخدمه في ايه؟ ببساطة، عندك خط مية او خط طرد او خط نقل مياه، ففي المسار بتاع الخط المية زي ما واضح في الرسمة اللي معايا، بيبقى فيه أكواع عايز تغير مسار من اتجاه لاتجاه. الكوع ده بيبقى ليه زوايا ثابتة، يعني مثلا حضرتك ماشي في شارع، ادي شارع وعايز تحول للشارع التاني بالمنظر ده، ادي شارع، تمام؟ فتبدأ ايه اللي يحصل لو نيجي نقول بس باللون الأزرق ده؟ الأزرق ده الماسورة بتاعتي، فالماسورة هتقوم ماشية كده وتقوم ماشية كده، صح؟ طيب، ثيوريتيكال او نظريا ده صح، الماسورة تمشي كده. فساعتها حضرتك هتستخدم كوع اسمه كوع 90 البو، شايف انت الحتة دي؟ هتقوم مستخدم كوع زي الكوع اللي ظاهر في الصورة ده اهو، شايف الكوع ده؟ ده كوع، تمام؟ ودي قطعة الماسورة أهو، وأدي الفلانشة، وأدي الراس، وأدي الدير راكبة في الكوع، أدي الكوع بتاعي بقى، هو ده الشاه، ده الكوع. الكوع ده ليه أربع زوايا، في حاجة اسمها كوع 90، طبعا الأكواع دي هتلاقيها عندك في الحمام عادي، يعني بص كده على مواسير الحوض والمواسير، في حاجة اسمها كوع مفتوحة زي كوع 45، تمام؟ وفي كوع 90، هتلاقي الاكواع دي موجوده في المواسير اللي عندك في الحمام، سواء ممكن طبعا الحمامات القديمه هتلاقيها في المواسير القديمه، اما المواسير الجديده امبيدد بتبقى جوه الحيطه نفسها، تمام؟ لكن الحمام عندك، حمام والدك، الحمام بتاع جدك او جدتك، الحمامات القديمه كانت المواسير بتبقى بره الحيطه، فهتشوف الاكواع دي بصوره واضحه، تمام؟ فده كوع 90 أو كوع 45 بيبقى عامل كده، أو كوع 22.5، أو كوع 11.5. يبقى أدي كوع 90 اقسم على الاتنين، 45 اقسم على الاتنين، 22.5 اقسم على الاتنين، 11.5. أدي أربع أنواع الأكواع اللي عندك، واتكلمنا فيهم بالتفصيل قبل كده، تمام؟ حلو أوي. طيب، ركز معايا في اتجاه المية وهي بتمشي في الماسوره كده، وبتيجي تعدي من الكوع وتكمل السريان بتاعها. الكوع ده نقطه ضعف، بس لابد منها، ما انت لازم هتوصل في الحته دي. طبعا في مواسير الصرف ما فيش اكواع، عشان اي تغير في الاتجاه بتحط ايه، منهول او مطبق. هنا بقى انا عندي في مواسير المياه او خطوط النقل بيبقى عندي الكوع، فده نقطه ضعف. قال لك كل ما الكوع يكون مفتوح ففي قوه اسمها الاف تي. الاف دي دي ركز معايا بقى، اللي هي الثرست بلوك فورس، قوه الميه. بص ركز معايا، قوه الميه هنا تيجي في الكوع، عايزه تضرب الكوع، عايزه تضرب الكوع في الحته دي، تخلي الكوع يفتح في الحته دي. فكل ما الكوع يكون مضموم كل ما القوه دي هتزيد. عشان كده يجي يقول لك في الاكواع التسعين دي، قال لك لا، اما يبقى عندك مسار كده ومسار كده اقلبهم كوعين 45 كده، بدل ما تقوم ماشيها كوع 90 كده، بدل ما كوع 90 كده، لا خليها كوعين كام؟ 45 في 45، شفت كده؟ اهو، فيقول لك الحته دي تمشيها بالمنظر ده، يبقى كوعين 45. هتقول ليه كوعين 45؟ قال لك علشان كل لما الزاويه تفتح 45، 22.5، 11.5 الافضل بكتير، تمام؟ كل ما القوة المركزة على الكوع تقل. طب ايه يعني لما تقل؟ او سوري، إيه العكس، ايه يعني لما خليها 90 وتزيد؟ ساعتها القوة دي هتزيد، فممكن الماسورة ايه
تضرب منك في الحتة دي، يحصل انهيار، تتكسر الكوع ده، يتكسر نتيجة اللي انت غيرت السريان مرة واحدة. تمام. طيب هتيجي تقول طيب ما احنا ده بقى الفكرة بتاعتنا، هعمل ما يسمى بالثرست بلوك، كتلة خرسانية كده بتسند، اهي كتلة خرسانية شكل شبه منحرف بتسند الكوع. كل ما الكوع يعني مثلا لو عملت كوع 45، كوعين 45 زي ما انت شايف، وعملت هنا ثرست بلوك وهنا ثرست بلوك، الاطوال بتاعتهم متر متر وشوية، هتبقى قليلة. لكن لما تعمل كوع 90 فالاطوال والتسليح بتاع الثرست بلوك ده هيزيد معاك. تمام. يبقى تعالى نتكلم ان جنرال وبعد كده نخصص. الثرست بلوك عبارة عن ايه؟ اهو ده الكونكريت ثرست بلوك، قطعة بتوضع خلف الاكواع واماكن الاتصال في التي. ممكن يبقى عندك تي الماسورة عاملة كده، فعندك هنا تي، تمام، تي سيكشن، نقطة ضعف علشان أبدأ أقاوم القوة اللي جالي فين في الماسورة. طبعا دي الماسورة أندر جراوند بايب، أدي الماسورة تحت الأرض على الأقل بتبقى 1.20 متر الكفر، وأدي الإلبو عندك، أدي الإلبو أو الوصلات، ممكن يبقى أي أذر فيتنجز، أي ملحقات أخرى، وأدي الكونكريت ثرست بلوك، وادي السويل اللي حوالين الماسوره. تمام. طيب تعالى نشوف شكل تاني للثرست بلوك، او نشوف الاشكال بتاعتها. طب تيجي نقرا الكود الاول، تعالى نشوف الكود بيقول ايه. بحب دايما نرجع للكود في شرحنا. تصميم بلوكات مقاومه قوى الدفع للكيان والمشتركات. قوة الدفع اللي هي الثرست فورس، اللي هي هنسميها بقى الاف سب تي، تمام، اللي هي الثرست فورس، هي القوة التي تنشأ في القطع المخصوصة من كيعان ومشتركات ومساليب ومحابس وغيرها، نتيجة تغيير اتجاه سريان السائل وسرعته، ونتيجة للضغط الداخلي في الماسورة. طيب وتتكون من جزئين. تعال بص هنا، ادي الماسورة، ادي القوة. القوة بتساوي ايه؟ القوة أو الضغط بيساوي القوة على المساحة، صح؟ يبقى القوة بتاعتك اللي ماشية في الماسورة بتساوي إيه؟ اضرب دي في دي، بتساوي البريشر في الاريا. طب المساحة، مساحة إيه؟ مساحة المقطع. الماسورة دي لو متر، أو متر، متر 20، 1200 مللي، يعني متر 20، يبقى باي دي تربيع، اللي هي باي في 1.2 تربيع على 4، ده القطر اللي هو قطر الماسوره قد ايه، اللي هو قطر الماسوره قد ايه، دي الاريا بتاع الماسوره. طب والبي، ركز معايا بقى في الحته دي، البي هو الضغط الذي تختبر عليه الماسوره. تاني، يبقى انا عايز القوه اللي موجوده عندي في القوه. انت ده كله بتحسب، عايز تجيب الاف تي او التنشن، سوري، الثرست فورس، او اهي دي بتساوي ايه، الثرست فورس بتساوي ايه. مش في قوه ماشيه كده معايا، في قوه ماشيه كده، صح؟ طيب قلنا البريشر بيساوي ايه، البريشر بيساوي الفورس على الاريا، يبقى الفورس بتساوي البريشر في الاريا. الاريا قلنا مساحه مقطع الماسوره، والبريشر الضغط. مش انت حسبت الشبكة بتاعتك او خط النقل ده وعرفت البريشر بتاع قد ايه؟ مش البريشر بقى اللي عليه، لا، المواسير اللي هتجيبها، نوع البريشر ايه، نوع الماسور تشيل ضغط كام، وليكن 6، يبقى البريشر هنا ب9. ليه يا عم؟ ما احنا بنختبر على 1.5 من الضغط الماسورة، فانت هتختبر في الموقع على كام؟ 1.5 الماسور، ضغط الماسورة. لو انت جايبها 6 يبقى 1.5 في 6 يبقى ب9 بار، اللي هي 90 متر، اللي هي 90 متر. تمام كده. طيب نكمل مع بعض، نرجع تاني. ده كل ده عشان اجيب الاف تي اللي هي الفورس، اللي هي البي في الاي. تمام. طيب حلو قوي كده. طيب القوة دي، القوة دي ماشية كده، حلو، والقوة دي ماشية كده اهو، يبقى المحصلة اهو دي سيتا، صح؟ دي سيتا،
طيب يبقى الفرصة تتحلل إلى أفقية كده، وناحية الثيتا يبقى كوزين، وهنا إيه؟ ساين. يبقى هنا هنقول إيه؟ ها بي إيه اللي هي الفرصة دي في ساين، تمام كده؟ ساين الثيتا على الاثنين، ساين الايه الثيتا على الاثنين. احنا عملنا نظرية المروحة كده، ركز معايا في الحتة دي، تمام كده؟ طيب هنا احنا قلنا ايه؟ الماسورة دي مش فيها قوة، اهي الماسورة دي ادي القوة بتاعتها، والماسورة دي ادي القوة بتاعتها، محصلة الاثنين اهي اهي، دي هتبقى البي اي اللي هي الفورس، ودي برضو هتبقى البي اي، يبقى في الاخر قلت 2 بي اي ساين ها كام؟ سيتا على الاثنين، تمام كده؟ طيب يبقى ادي القانون بتاعي، الثرست فورس ايكوال 2 بي اي ساين سيتا على الاثنين، تمام كده؟ طيب القوتين بقى اللي يتم ظهورهم قوة كمية الحركة، وتحدث نتيجة تغيير اتجاه سريان السائل وسرعته، حيث أن القوة في أي اتجاه تتناسب مع تغيير كمية الحركة، وهذه القوة يمكن إهمالها نظرا لصغر قيمها. طيب تعال بقى ركز نشوف بس الحتة دي، ادي برضو الجزء بتاعنا هنا، عايز اوريك بس الشكل. الثرست بلوك بيبقى عبارة عن ايه؟ نشوف الاول الماسورة بدون الثرست بلوك، هنا الشكل بتاعي ادي بي اي اللي هي الفورس اللي ماشيه هنا، وادي الفورس اللي ماشيه هنا، برضو نفس الكلام لو عندي ادي مقطع ماسوره اهو، لو المقطع الماسوره عامل كده سوري، وادي اهو طالع كده ونازل كده، ادي ماسوره، وليكن ال ده 90 برضو نفس الكلام اهو، وعملنا هنا نظريه المروحه، ادي فورس وادي فورس، تمام كده؟ نبدأ بس نمسح دي علشان نثبت القانون. لو ادي الماسورة بتاعتي اهي، قلنا قلبه 90، ادي قلبه 90، وادي هنا ادي فورس وادي فورس اللي هي البي في الاي، ادي البي اي وادي البي اي، السيتا بكام؟ السيتا ب90، قلبه 90 مثلا، تمام كده؟ يبقى دي السيتا، يبقى دي السيتا على الاتنين، تمام؟ ادي 90 اهي، ادي 90 اهي، يبقى نصها سيتا على الاتنين. يبقى اما نيجي نحلل القوة دي والقوة دي، دي هتتحلل الى ايه؟ هنا كوزاين، يبقى هنا ساين، يبقى هنا بي اي ساين سيتا على الاتنين، ودي هتحلل الى بي اي كوزاين، وبرضو بي اي ساين سيتا على الاتنين، بي اي وبي اي يبقى 2 بي اي ساين سيتا على الاتنين. يبقى دي الثرست فورس، تمام كده؟ طيب الشكل بتاعي قد الماسوره مثلا ماشيه في الاتجاه ده، قطر 900 يبقى باي في 9 من 10 تربيع على 4، جبت الاريا، وانا عندي الضغط 1.5 في 2 في ساين السيتا، السيتا اللي هي الكوع، قدرت اجيب القوه بتاع الماسوره. طب القوه دي بقى اللي الماسوره هتضرب بيها محتاج ثرست بلوك، كتله خرسانيه تقاوم القوه دي، فبنبدا نحط حيطه. شكل ايه اللي بالمنظر ده؟ شكل ايه اللي بالمنظر ده؟ طبعا ده الجزء الخرسانه العاديه، ادي شكل ال، والقاعده الارتفاع ال عادي اهو، لكن القاعده مش مستطيله، القاعده بتبقى تقريبا واخده شكل شبه منحرف. طيب العرض الكبير بتاع القاعده بي، والعرض الصغير سي،
القاعدة اللسان بتاع ال إيه هنسميه ايه، والسمك بتاع الحيطة هنسميها اف، وادي الماسورة بتاعتي بالمنظر ده. تمام كده. طيب ادي اشكال تانية عشان نبدأ نعمل الديزاين. ادي اشكال تانية، ادي مثلا الكوع ماشي كده، ادي كوع مفتوح اهو، كوع مفتوح اهو ماشي. الحتة دي ممكن يبقى في اي حاجة خلتني ادي كتلة اخرى طبعا، يعني ده الشكل مش هي دي اللي هنعملها ديزاين، طبعا الديزاين بيبقى غير كده، بس هنا اكواع صغيرة، يعني هنا مش ثرست بلوك ديزاين، لا هنا بتبقى اكواع صغيرة هنا، حتى المواسير انت شايف القطر بعمل ازاي، قطر 200 300 يو بي في سي، ف دي بتبقى حاجة بسيطة، لكن احنا هنعمل تصميم دلوقتي الاقطار 1200 1500 2000 ملي، يعني مواسير الانسان ممكن يمشي جواها، مش مواسير صغيره زي دي ماشي. بس ده شكل انديكيشن بس، هنا اهو هنا القوه ماشيه كده والقوه ماشيه كده، فهتضرب كده، فبحط الثرست بلوك في اتجاه الماسوره هتفتح فيه، ماشيه كده وماشيه كده، فبحط هنا الثرست بلوك. طب هنا ادي قوه 45 بالمنظر ده اهو، طبعا دي هتضرب كده ودي هتضرب كده، فهيضرب في الحته دي، فبحط هنا الثرست بلوك. نفس الكلام دي ماشيه بالمنظر ده، وادي الماسوره فهتضرب في الحته دي، فبحط هنا الثرست بلوك. طيب نبدا مع بعض، ادي برضو اشكال تانية، وادي الماسوره اللي احنا بنتكلم عليها. يتم التصميم بقى، خلاص احنا عرفنا الثرست بلوك تمام، وعرفنا ادي شكل الماسوره، ادي شكل الماسوره وليكن قلبه ده 11 وربع مثلا، ادي القاعده الارتفاع العرض الكبير بي والعرض الصغير قلنا اسمه سي، القاعده طولها ايه كابيتال، والجزء الصغير هنسميه ده هنسميه اف، الارتفاع بتاع القاعدة دي والارتفاع بتاع القاعدة الصغيرة ده هنسميه اي اهو. انا عايز بقى الابعاد الستة اللي هو الاي والبي والسي، ادي الاي وادي البي وادي السي وادي الدي وادي الاي وادي الاف والدي والاي والاف، بتفرض ابعاد تراند ايرور وتبدا تعمل التشيك، يعني طبعا بتجيب الاف او الثرست فورس اللي هي الاف تي بتاع الماسوره الاف تي، ولازم الابعاد دي تقاوم الاف تي بثلاث حاجات، تعمل تشيك على ثلاث حاجات. يبقى اول حاجه تحسب حساب القوه الداخليه، قوه الدفع الناتجه من اقصى ضغط للسائل، ضغط الاختبار في الموقع، ضغط الاختبار في الموقع يعني 1.5 الضغط بتاع الماسوره. طب جبت الاف تي، اقارنها بقى بعد ما هفرض الابعاد، اقارن واعمل تشيك على ثلاث حاجات: دراسه اتزان القوه الدفع في الماسوره والمقاومه، وتشمل الانزلاق والدوران، دول اهم حاجتين التي تحدث في البلوك الخرسانه، وهنعمل ستريست كمان، يعني هتعمل تشيك على السلايدنج وتشيك على الاوفر تيرنينج بالابعاد. طب حاجه طلعت انصيف، تبدا تكبر في الابعاد. تمام كده. طيب ده الشكل بتاعي، بنبدأ نعمل اكسل شيت بسيط كده تبدأ تفرض فيه. طبعا هتعمل اكسل شيت، طبعا الاكسل شيت يفضل حضرتك تعمله، الاكسل شيت بسيط، اهم حاجة اي اكسل شيت حضرتك اللي تعمله عشان يسهل عليك فيما بعد، علشان يسهل عليك فيما بعد. تمام كده. طيب ركز معايا، اكسل شيت هتبدأ تحط فيه الداتا بتاعتك، اللي هو البايب دايمتر قد ايه، قطر الماسوره 1900 مللي ولا 1000 ولا 1200 ولا 1500. حلو الكلام. طيب والبي اوبريشن، الاوبريشن بريشر الضغط بتاعك قد ايه، الضغط هتجيب مواسير الضغط بتاعها كام، وليكن 12، هو في 10 وفي 16 ماشي، وليكن 10. حلو الكلام. حلو. والماسوره 1100 قطرها 1100، يبقى الماسوره قطرها 1100، وضغط الماسوره بتاع تشغيل الماسوره، تشغيل الماسوره انت جايبها 10، بس هتختبر على كام؟ ايوه، يبقى التيست بريشر اضرب 1.5 في 10 طلعت كام؟ 15 بار، طلعت 15 بار. تمام كده. يبقى عرفت الضغط الاسم بتاع الماسوره، ضغط التشغيل بتاع الماسوره، بس هجيب منه ضغط الاختبار 1.5.
حلو. طب الكوع المستخدم كام؟ في 11 وربع، في 22 ونص، في 45، في 90، تمام. وليكن 11 وربع، او وليكن 22 ونص. في مشاكل؟ دي الداتا بتاعتك. طيب، وطبعا انت عارف بقى الاشكال دي شرحناها في السلايد البرزنتيشن، وتبدا تحط الداتا بتاعتك. ايه الداتا؟ الاف سي التيميت بتاع الخرسانه وليكن 30. طبعا الداتا دي بقى موجوده عندك. الجاما كونكريت 25 كيلو متر على المتر مكعب. الجاما سويل، شوف السويل بتاعتك نوعها ايه وجيب الجاما. 17 ونص، 18، 18 و2 من 10، ايا كان الجاما بتاع السويل. طبعا دي الداتا بتاع الجثه بتاع الموقع عندك، تمام. طيب من السويل بتاعتك تقدر تجيب الفريكشن انجل. الفريكشن انجل زاويه الاحتكاك عندك بكام؟ طبعا منها تقدر تجيب الكي اكتف والكي باسيف. طبعا انا شارح الكلام ده في كورسات قديمه مش تخصصنا بقى، بس يعني لازم تراجع مهندس مدني، يبقى لازم تراجع على الكي اكتف والكي باسيف. الكي اكتف 1 ناقص ساين الفاي اللي هي 30 على 1 زائد ساين الفاي، والكي باسيف 1 على الكي اكتف، تمام. طيب والفكره الفريكشن كوفيشنت بتاخد التلتين بتاع الفاي سويل عشان تبقى مور سيف. طيب بعد كده عندك قلنا كام بعد؟ عندي 6 ابعاد، A و B. A اللي هو القاعده، طول القاعده، B العرض الكبير، C العرض الصغير. بعد كده D ارتفاع القاعده، E ارتفاع ده ارتفاع الحائط، اما E ارتفاع القاعده، F سمك الحائط. بتبدا تفرض الاطول بتاعتك، وليكن بتبدا تفرضها، بس ابدا باطوال بسيطه، اطوال صغيره، ماشي. وانت بالخبره بتبدا تجيبها، تمام. اطوال صغيره، ماشي، متر، متر 20، وفي الاخر هتعمل تشيك طلع سيف، خلاص ممكن تبدا تقلل الابعاد دي. اقل حاجه ممكن تجيب لك سيف، ما انت ممكن الابعاد دي تخليها 10 متر و15 متر وتبقى سيف. لا، انا عايز اقل حاجه. احنا مش سيف بس، احنا لازم نبقى ايكونوميك كمان، الناحيه الاقتصاديه معانا. فتبدا تحط الايه الابعاد بتاعتك، وليكن 2 و4، 2 و2، 2 وهكذا اهو، تمام كده. دي الداتا وانت فرضت الابعاد. بعد كده هتجيب ايه الخطوتين اللي احنا قلنا عليهم. الخطوه الاولى حساب قوه الدفع اللي هي الثرست فورس. طيب القانون بتاعنا بيساوي ايه؟ فاكرين القانون ده؟ اهو القانون ده بيساوي ايه؟ ها، التي الثرست فورس بيساوي 2 بي اي ساين سيتا على 2. طب السيتا قلنا بكام؟ اهي ب 22 ونص، تمام؟ تمام. والبي التست بريشر اللي هي 15 بار اللي هي 1500 كيلو نيوتن على المتر مربع. 15 بار اهي اللي هي 1500 كيلو باسكال او 1500 كيلو نيوتن على المتر مربع. احنا شغالين عشان هنشغل كيلو نيوتن، فبنوحد الدايمنشن كلها. والاريا باي دي تربيع، الدي عندي بكام؟ الدي عندي 1.1 من 10 اللي هي 1100 مللي، تمام كده. وساين سيتا على 2 اللي هي السيتا اللي هي بكام؟ اللي هي 22 ونص الكوع. قدرت اجيب الاف بيندنج او هنسميها الاف تي الثرست فورس، طلعت 555.92 من 100 كيلو نيوتن، تمام كده. تمام، هنبدا نعمل تشيك على ثلاث حاجات: السلايدنج والاوفر تيرنينج والستريس. في الاول خالص هتبدا تجيب الاون ويت عندك بتاع الخرسان. هتجيب الاون ويت بتاع الخرسان، تمام كده. طيب الاون ويت بتاع الخرسانه هتبدا تجيبه ازاي؟ اهو الاون ويت بتاع الخرسانه دي، والاون ويت بتاع السويل، السويل اللي هتردم بيها. طب الاون ويت بتاع الخرسانه هيتجاب ازاي؟ الجاما كونكريت، صح؟ اهو تعالى بقى هنا، ادي الاون ويت بتاع الخرسانه اللي هي الجاما كونكريت،
تمام في الدايمنشن بتاعتك، تمام كده، اللي هو بيساوي ايه بقى؟ الكثافة اللي هي جاما كونكريت اللي هي 25 في الأبعاد بتاعتك كلها، اللي هي هتجيب الأنود بتاع القاعدة، اللي هو القاعدة شبه منحرف، يبقى الطول العرض الصغير زائد العرض الكبير، تمام كده، على الاتنين في الارتفاع ما بينهم اللي هو الايه، جبت المساحة القاعدة شبه منحرف، مساحة شبه منحرف سي زائد بي على الاتنين في الارتفاع ده اللي هو الايه، جبت المساحة اضربها في السمك اللي هو الايه، جبت الحجم اضربه في الكثافة، من هنا جبت الوزن بتاعها اللي هو كام كيلو نيوتن، وهكذا ال W2. طبعا ده انت كله بتجيب الاون ويت بتاع الايه، ها، بتاع الخرسانة. طيب ال W2 اللي هو الاون ويت بتاع الحائط برضو نفس الكلام، صح، اللي هو جاما كونكريت في الاف في البي في الارتفاع، الاف في البي في الارتفاع. كده انا جبت الكثافة في الحجم، جبت كم كيلو نيوتن للحائط وكم كيلو نيوتن للقاعدة، تمام. طيب بتجمعهم الاثنين كده انت جبت الاون ويت اللي هي ريزيستنج فورس. طب هتجيب بعد كده الباسيف ايرث بريشر، عندك الكي باسيف، هتبدأ تجيب بقى الايه، الضغط الجانبي للتربة. طبعا الضغط الجانبي الاي باسيف بيساوي ايه، اللي هو الاي باسيف، عندك بتقول الجاما سويل بقى المرة دي، الجاما سويل الاي باسيف، بتقول الجاما سويل، تمام كده، في الكي باسيف في الدي في الاي في الدي في الاي، تمام كده. طب الدي والاي اللي هو الايه، الارتفاع، اللي هو الارتفاع ده الدي والاي اللي هو الارتفاع، تمام. يبقى الجاما اهو تاني بنجيب الاي باسيف بتساوي ايه، بتساوي الجاما سويل في ايه بقى، في الارتفاع بتاع السويل كلها، ما هو السويل اللي خلف الحيطة، تمام كده، مش السويل دي عايزة تضغط على الحيطة، اعتبر ادي الماسورة هنا وظهر الحيطة في سويل بتضغط، صح كده. طب الضغط ده بيساوي ايه بقى، بيساوي الجاما سويل في الارتفاع بتاعك ده في الاي باسيف، جبت الاي بي، تقدر تجيب الاي كابيتال باسيف، نص القاعدة في الارتفاع، نص الاي بي في الارتفاع دي زي دي اهو، نص، لو تبص نص الاي بي في الارتفاع بتاعك، تمام كده، في الارتفاع بتاعك كده. انا جبت الايه، الاي باسيف اهو، تمام كده. كل ده بضربه في ايه بقى، بوزعه مش على المتر طول، بوزعه بضربه في البي كلها، كده انا جبت الاي باسيف اللي هتضغط على الحيطه. يبقى انا دلوقتي جبت ايه، يبقى بعد ما حطيت الداتا بتاعتي وفرضت ابعاد، قدرت اجيب اول حاجه، قدرت اجيب الثرست بلوك، قدرت اجيب الثرست بلوك اللي هو 2 بي اي ساين سيتا على الاثنين، وجبت الانود بتاع الخرسانه، وجبت الباسيف ايرث بريشر. هبدا اعمل تشيك على السلايدنج، طبعا خلاص مش هنخش معاكم في دي، انا بس هوريك الشكل بعمل ازاي. بتبدا تجيب التشيك بتاع السلايدنج والاوفر تيرنينج والستريس. طيب على الاقل يعني مش هشرح لك الاستريس، يعني خلاص اصل الكلام ده ريتيننج وول والحاجات دي شرحناها قبل كده، هشرح لك مثلا على السلايدنج والاوفر تيرنينج، تمام كده. السلايدنج اللي هي قوة القص، نبدا ب تشيك اوف سلايدنج، ده تشيك على القوة. تعالى كده بالراحة بص هنا الشكل اللي معايا عبارة عن ايه، لو هنيجي بس ناخد شيب مثلا، مش الماسورة دي ليها قوة،
صح؟ مش الماسوره دي ليها قوه؟ نعملها سمك كده مثلا، صح كده؟ طيب انا يهمني القوه اللي في الماسوره اللي بالشكل ده، نعمل بس انسرت نقول شيب بالمنظر ده، الماسوره دي ليها قوه جايه كده صح؟ طيب اهو ادي الماسوره دي ليها قوه جايه كده. يهمني الضغط بتاع العكس بقى، الضغط العكسي يكون اكبر من الماسوره دي، عايزه تعمل ضغط تكسر الكوع ده صح؟ اه. الضغط ده بيساوي قد ايه؟ احنا مطلعينه قبل كده اهو، اللي هو الاف بيندنج او الاف ثرست بلوك اللي هو 555 صح؟ يبقى تشيك اوف سلايدنج اكتنج سلايد فورس اللي هو ال 555 بس، اللي هو 2 بي اي ساين ثيتا على الاثنين. طب يهمني بقى الريزيستنج فورس، القوى المقاومه تبقى اكبر من ال 555 ده بمقدار 1 و2 من 10، 1 و2 من 10 على الاقل. اقوم عامل ايه؟ طيب ده بيساوي ايه؟ هيساوي قوتين صح؟ هيساوي قوتين، هيساوي قوتين ايه بقى؟ اللي هي القوة اللي جاية الارث بريشر، مش الارث بريشر ده بيضغط والدبليو بيضغط. ما هو الماسورة عايزة تكسر الحتة دي، مين اللي بيقول لها لا مش تكسري؟ الاي بريشر باسيف صح؟ الاي بي اللي انا جبتها قبل كده صح؟ اللي انا جبتها من هنا، اللي هو نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة في الارتفاع بتاعها، والاي سمول باسيف اللي احنا جبناه. طيب يبقى ده الارث باسيف بريشر صح؟ اه. اللي هي طالعه بكام؟ ادي تشيك اوف سلايد. يبقى اول حاجه الايه باسيف بريشر اهي، اللي هي جي 42 اللي هي 583 تمام كده. طيب زائد اه، ركز بقى معايا، زائد ايه؟ ها المجموع، مجموع الاثنين، مجموع الاثنين ماشي، مجموع ال دبليو 1 و دبليو 2، مش الخرسانه دبليو 1 و دبليو 2 اللي انا جبتها، اللي هو وزن القاعده ووزن الحائط، دول برضو بيقاوموا معايا بيشيلوا، بس اضربهم في الفاكتور اللي هو كان 3 من 10 عشان اسيف معايا الفريكشن كوفيشنت بس. مجموع الاثنين ده طلع كام؟ طلع 694، اكبر من دي اه بمقدار كام؟ ها اقسم دي على دي، لازم اكبر من 1.2 تمام، طلع اكبر من 1.2 1.25، بعمل معادله بقاعده اف بقى سيف عندي خلاص. طيب هعمل تشيك على الاوفر تيرنينج والسويل ستريس، وليكن اختم معاك بالاوفر تيرنينج. الاوفر تيرنينج نفس الكلام، شايف القوه دي؟ اه. هبدا اخد عند النقطه الالتقاء، النقطه دي، عند النقطة دي اهو، ده الكعب التو بتاعي، الكعب اهو تمام، وهبدأ اجيب القوة دي في المسافة، يبقى ده المومنت. ويهمني برضو دي في المسافة تبقى اقل من الدبليو بتاعتي، دبليو 1 ودبليو 2 والاي بريشر في كل واحدة في مسافتها، ده الاوفر تيرنينج، الحتة القاعدة عايزة تقلب فيها، ما هي دي عايزة تقلب القاعدة صح في الاتجاه ده. طيب يلا هنعمل الكلام ده ازاي؟ القوة بتاعتي دي اللي هي كام؟ كانت طالعة الـ F بندنج 555 في المسافة دي، المسافة دي بتساوي قد إيه؟ هتساوي الـ E اللي أنت فارضها برقم زائد نص الماسورة، يبقى الدايمتر على الاتنين. حلو؟ طلع كام؟ طلع 861. طب الـ resisting moment بقى؟ آه هيساوي إيه بقى؟ هيساوي الـ E بس بريشر في المسافة دي، في المسافة دي تمام كده؟ المسافة دي. طب المسافة دي بتساوي ايه؟ ها المسافة دي بتساوي تلت، اعتبر ده مثلث، يبقى التلت من ناحية القاعدة، يبقى ايه بس في المسافة دي كلها اللي هي دي زائد ايه على التلاتة، الايه بس زائد المومنت بتاع دبليو واحد في المسافة دي زائد المومنت بتاع دبليو اتنين في المسافة دي، المسافات الصغيرة دي معايا. يبقى دبليو واحد في ال نقول A زائد F على الاتنين، ودي كلها الاف على الاتنين اللي هو
الريزيستنج مومنت. تمام كده؟ في الاخر المفروض ده على ده، ده على ده، المفروض ده يبقى اكبر، ريزيستنج اكبر، بس مش اكبر بس، لا بمقدار 1.2. بص الريزيستنج طلع كام؟ 1.9، يبقى انصيف. طيب لو انا عملت 3 وطلع سيف، خلاص يبقى الابعاد خلاص، ده انا ممكن اقلل الابعاد كمان طول ما هي سيف. طب دي انصيف، ابدا كبر في الايه؟ في الابعاد سنه بسيطه. ابدا كبر في الايه؟ في الابعاد سنه بسيطه. طب ممكن تبدا تكبر في الابعاد بتاع البي، البي 2 و4 ممكن تبقى 2 و5، بكبر بال10 سم، انصيف بس كبرت شويه. طيب السي ممكن تبقى 2 و3، بص بتكبر بال10، انصيف. ترجع للبي ممكن تبقى 2 و6 من 10، ترجع هنا انصيف. طيب ترجع ممكن الدي، الارتفاع ده ممكن تخليه 2 و2 من 10، بدأت تبقى ايه؟ سي. اهم حاجه في التشيك اوف سلايدنج والاوفر تيرنج والستريس، طبعا هنا الاستريس ايه؟ انصيف. طبعا الاستريس برضو كون الاستريس عندك انصيف، تبدا تكبر الايه؟ الابعاد، وانت عاملها بقاعده اف، تبدا تكبر الابعاد عندك معايا كده. يعني مثلا انصيف، طب نبدا نرجع تاني نكبر الابعاد سن، نخلي دي مثلا 2 و3، سيف سيف انصيف. طيب ترجع تاني ممكن تخلي دي 2 و7، التلاتة سيف، الاستريس بقى سيف، والاوفرتينج تيرنينج سيف، والسلايد سيف معايا. فهمت؟ طبعا كل واحد بيبدا يعمل الاكسل بتاعه بالداتا اللي هو فهمها، انت فهمت بتعمل عليه. انا كان يهمني بس اوضح لك ايه هو الثرست بلوك وفكره التصميم، ويهمني اهم حاجه الثرست فورس، هو ده القانون الجديد بالنسبه لك. لكن بالذات في قسم انشائي هم عارفين طبعا التشيك اللي بيتعمل، تشيك اوف سلايدنج، اوفر تيرنينج، سويل ستريس، طبعا ده اي حد برضو بيعرف في الفاونديشن اللي تشيك ده سهل بالنسبه له. وانت برضو بفضل الله التشيكات دي القوانين سهله بالنسبه لك، اللي هو اول حاجه بتجيب السلايدنج الفورس، بعد كده التشيك على المومنت، بعد كده التشيك على الاستريس. اهم حاجه كنت تفهم بس المعادله بتاعه الثرست فورس. اتمنى اكون في الفيديو اللي كان معانا النهارده اللي هو شرح الثرست بلوك أكون أفدتك ولو بقدر بسيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.